إن كان دخلت إيدينك سلم عليا بعينك، إن كان دخلت إيدينك كل اللي بيني وبينك. زعلات مر وسلام، زعلات مر الله الله وسلام. الله إن شاء الله الله ما زعل الله، فنان، يا إن شاء ان الله شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله تكون حلقه حلوه. إن شاء الله ما فيها زعل في النهاية. هو اللي يخاف منها يا احمد. السمي ونرحب بالساده المشاهدين والمشاهد الكرام، اسعد الله اوقاتكم كل خير. وكالعاده احنا في كل يوم احد احنا مع حلقه فنيه، سواء في الرسم، في الفن، في التمثيل، في الغناء، في جميع الفنون الجميله. ما شاء الله تبارك الله، عندنا عدد كبير من النجوم اللي يحل عندنا في برنامج تواصل. اليوم كالعادة يمكن شفتوا ضيفنا طل كذا بإطلالة، قلت له ابدأ معانا كذا، خلينا الحلقة تصير جميلة وطربية، ونبغى نسمع كثير كثير مع النجم أحمد مامي. حبايبي أحمد، يعني ما شاء الله حبايبك كثير، ونبغى كنا يعني من زمان أنك تكون موجود معاي، لكن جت الساعة الصفر وأنك تكون معاي متواجد، ونفرح فيك يا حبيبي. الله يسعد قلبك. أول شيء شاكر لك على الاستضافة حبيبي الكريمة هذه، وأنا من الناس اللي أشوفك زمان طبعا على قناة الرسالة يا حبيبي، وغير كذا إحنا طبعا بيننا صورات وجولات. أيوة. مدري عشر حتجينا هنا، مدري 11، مدري كم سنة على قناة، أقول اسمها ولا عادي؟ أيوة قول. قناة روائع. روائع. الله للشباب الرائع. كانت أيام جدا جميلة. أيوة أيوة. فبدايتنا كانت ذيك الأيام، واليوم صراحة سعيد جدا جدا إني في استضافة قناة الرسالة، من القنوات اللي انا احبها واتابعها زمان يا طبعا. حبيبي، وخصوصا انت احمد يعني ما شاء الله، يعني الغياب او عفوا المده انت اللي موجود فيها، انت قاعد ما شاء الله قاعد تطور من نفسك وتطلع 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 ما شاء الله تبارك الحمد الله. الحمد لله، الحمد لله. الفتره اللي راحت طبعا كنت في برنامج بدايه الاعلاميه طبعا، كانت في قناه المجد ثم قناه بدايه طبعا. الحمد لله، يعني انا متميز في حاجه معينه اللي هي الانشاد طبعا. حلو. بما في ذلك اللي هي موضوع الهندسة الصوتية. الهندسة الصوتية. فالحمد لله الفترة هذه من بداية الإعلامية هذه إلى هذا اليوم في تغير كثير من نواحي كثيرة، خاصة في مجال الهندسة الصوتية أو في الإنشاد. صار في يعني ثقافة أكثر، ثقافات. صار في تطور أكثر، والإنسان سبحان الله في الحياة هذه كل يوم يتعلم حاجة جديدة. فعلا فعلا. طيب خلينا ندخل كذا في يعني في صلب كذا لك مواضيعنا. أول حوار يمكن مهم جدا، نبغى نشوف صورة، وخصوصا انه هذه كانت الصورة يعني قريبة، يعني يوم الجمعة احنا تكلمنا عنها بشكل كبير جدا. جميل. رحمة الله عليه اكرم العروسي. انت جيتني على الجرح. اول شيء اكرم العروسي انا اعتبر اول شيء استاذي، لان انا من يوم بدأت في موضوع الفن، موضوع الانشاد، اللي طورني اكثر واللي خلاني اصير احمد مامي اللي انا عليه هذا اليوم بفضل الله، ثم بسبب هذا الإنسان ما شاء الله أتعلمت منه كثير في موضوع الصوت. أستاذ، أستاذ يعتبر. دخلت عنده الفرقة من برضو يعني ممكن أكثر من 15 سنة. أتعلمت منه الكثير، طورت نفسي، طورت في الصوت. أيوة. طورت حتى في الركوز على المسرح. كنت أطلع مسارح قبل كذا، لكن كانت في حاجة اسمها فرقة ربا وقائدها أكرم العروسي. عرفت كيف؟ أيوة. هذيك الأيام يعني ما كان في إلا فرقتين هي المشهورة وهي البارزة. من الفرق جدا اللي كانت ضاربة عندنا بالذات في الغربية. فرقة ربا وقائدها أكرم العروسي. أيوة. طلع أجيال، مش أنا لحالي. طلع أجيال، طلع منشدين. سواء اللي استمروا إلى الآن أو اللي راحوا فرق ثاني مثلا. أيوة. وأغلبهم بصراحة الآن يعني من الناس اللي لهم باع ولهم اسم في عالم الفن. خلينا نستثمر يعني فرصة بعد ما جبنا طاري أكرم رحمة الله عليه ويتغمدوا بالرحمة يا رب العالمين. خصلة شفتها كذا عن أكرم يعني في مجال العمل أنت معاه. أول حاجة نادرا ما تلقى واحد في المجال يعطيك حاجة كذا بالمجان، يعطيك مثلا معلومة بالمجان أو يطور فيك بالمجان. أيه. في ناس يعني قليل الله يبعدنا وش اسمه يبعدهم عننا. أكرم كان سخي. كان سخي في المعلومات. أيوة. كان اللي يخش عنده الفرقة ويطلع منها يطلع إنسان متعلم، إنسان فاهم. أيوة. يعطي معلومات في الفوكاليز، يعطي معلومات في المقامات، يطورك، لأنه هو كذا كذا أنتوا في مكان واحد تمام، في فرقة واحدة،
لازم تتطور، لما تتطور تطلع مع بعض. صح تمام. فهذه تكون سماء للفرقة انه الفرقة هذه متميزة. الفرقة هذه الشباب فاهمين في حاجة اسمها هارموني، فاهمين في حاجة اسمها فوكاليز. أيوة. كان عندنا طبعا في الكواليس كان عندنا بروفات كنا ننزلها على السوشيال ميديا، الناس يشوفوا ينبسطوا من أجواءنا الحلوة، أجواءنا المرحة. أيوة. غير طبعا لما نطلع على المسرح تسمع أداء خرافي. طيب من فين جاء هذا كله؟ جاء من الأستاذ أكرم عروسي، علم كل الشباب أنت كيف تسوي هارموني، أنت كيف تسوي سكند، أنت كيف تسوي ثيرد. أيوة. كان فيه تناغم جميل وعجيب، وفعلا كانت من الفرق اللي المميزة أنه طبعا مش مجرد كورول كورال وأنك يعني ترد وراء المنشد. لا كان فيه كان فيه توزيع موسيقي، توزيع موسيقي. أيوة. مع أنه ما كان فيه لا إيقاع. أيوة. يعني ولا موسيقى كان، ولا موسيقى أبدا. أيوة. بس أنت تسمع صوت تنسجم فعلا، فعلا. تقول إيش اللي قاعد أسمع، تسمع بيز، تسمع هارموني، تسمع سولو، تقول إيش اللي قاعد يصير. عشان كذا أنتوا كنتوا حريصين زمان إذا طلعتوا. أيه. لازم يكون السيستم الصوت نظيف مرتب عشان طبعاً. يطلع عشان كل حاجة توصل للجمهور أو السامعين. فهمت علي؟ طبعا كل شخص من الأشخاص له وزنية، حتى في موضوع المايك له وزنية معينة. أنا مثلا بيز لي وزنية معينة. في شخص عندنا الله يغفر له ويرحمه برضو اسمه جميل سندي، فعلا الله يغفر له، برضو كان معنا في الفرقة، فهو كان يطلع بيز مع أنه برضو مهندس صوت لايف. وزنية البيز غير وزنية مثلا الهارموني مثلا. أيوة. عندك البيز مثلا تعليله البيز بحيث أنه يكون يلم الأصوات كلها، وهذا طبعا حاصل في الكورولات الغنائية بشكل عام. طبعا طبعا أنه مو بس الله فك المايك وغني، لا 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 لا. في وزنية لكل مايك، لكل شخص يؤدي له وزنية معينة. ممتاز. طيب خلينا نروح نشوف فيديو كذا ميدلي كذا جمعناه عن الفرق الإنشادية القديمة اللي طلعت. جميل. خلينا نشوف وعندنا سؤال عليها. خلينا نشوف الأستاذ نشوف. شوف ذكريات وين راح تفرق الجديد يا احمد. يا اخي هذا شيء سؤال يعني يتوارد بين المنشدين كثير. حرفيا كانت الفرق الانشاديه كانت هي المسيطره، كانت هي المهيمنه، حتى على موضوع سيب المهرجانات اللي زي هذه مثلا. موضوع الزواجات، ايوه، والافراح، الافراح كنا نشيل الحفل، كان جدولك فل، جدول فل. ايوه. ايش اللي صار؟ سبحان الله اختفت الفرق.
بالنسبة لي تحليلي خاصة عندنا في الغربية أتكلم. حلو. في فترة من الفترات الناس صارت تبغى اللي هي الحاجات الشعبية. أيوة. اللي هي المزمار والخبيتي والينبعاء والخبيتي اتجهوا لهذا اللون. ما يبغوا يعني يبغوا إيقاع ما يبغوا ما يبغوا كذا في زواج كذا نسمع ما يبغوا فنون يعني ما يبغوا هدوء ما يبغوا ركود عرفت. في بداية كان في ركود وزي كذا تمام لكن بعدين يعني صاروا يسمعوا المزمار كان كنا ندخل احنا برضه كنا ندخل المزمار ندخل بس بشكل مبسط. انتشرت في شباب طلعوا تمام مجموعات طلعت صاروا يعني شغلهم فقط اللي هو الأداء الشعبي. ايوه مزمار ينبعاء خبيتي. الناس بشكل عام الجمهور كأفراح ومناسبات حبوا الموضوع هذا. ايوه فبصراحة انا اعتبرهم منهم غطوا على موضوع الانشاد. ايوه يعني خلينا نقول انه الشعبي يعني أيوة. اكثر بزنس بعد واكثر قبول لدى اكثر قبول. ايوه اكثر منها اكثر من الجانب طبعا فغطى بشكل كبير على موضوع ايش موضوع الانشاد. هذا تحليلي انا طبعا. ايوه فبالتالي أيوة. انه خلاص ما صار لو يعني اتفرقت الناس حتى في مجموعه من نفس الفرق هذه خلاص قلبوا شعبي. هم اي قلبوا شعبي بنفسهم قلبوا شعبي صاروا يحسوا إيه؟ انه الطلب على الشعبي اكثر. طيب كم كان فعلا يعني كم الفرق دي كم كان يطلع المبلغ لي يعني من الزواجات؟ ما اخفيك انه ما كان يعني ذاك المبلغ كبير خاصه في الزواجات. أيوة. يعني ما هو ذاك المبلغ الكبير. المهم المشاركه وتعرف كانت بدايه الحماس. ايه حماس والله كنا نطلع نسعد الناس تنبسط و يعني صدى يعني كلام الناس وزي كذا لما نسمع وزي كذا ننبسط نفرح. أيوة. ممكن ما يطلع لنا في الطلعة إلا 70-80 ريال 100 ريال. أوه للشخص الواحد خاصة يعني اللي هم الأعضاء. الأعضاء. أنت كنت في الفرقة طبعا. كنت قائد يعني بعد مع أكرم يعني ما كنت يعني القائد الفني للفريق. أيوة. وصلت فترة إنه قبل ما توقف الفرقة أنت طلعت. أنا وقفت. أيوة طبعا. ما أخفيك يعني حصلت مشاكل؟ لا أبد والله ما صار في أي مشاكل. بس اختلف وضعي. ايه؟ احتياجاتي المادية اختلفت. انا اتزوجت. أيوة. ذيك الفترة. تمام انا في الفرقة اتزوجت ما شاء الله. فصار ما يناسبني انه مثلا زي ما قلت لك انه كان العضو ياخذ من 80-100 ريال. فما كان يناسبني. ايوه ايه عرفت كيف؟ فقلت انا ابغى اطلع. ايه دام انا عندي امكانيات الحمد لله. تمام فاستأذنت من اكرم زي كذا قلت له والله حاب ان انفرد واطلع لحالي وزي كذا. فرحب بالفكرة وكونت فريق وطلعت الحمد لله. طلعت فريق ثاني. هي طلعت مع فريق ثاني وجمعت شباب زي كذا. ما شاء الله تبارك ما شاء الله. عندنا مواهب مكة مليانة في الغربية بشكل عام. أيوة. وفي كل مكان يعني نحتاج بس إن ندور. أيوة. نلقى مواهب. وكانت هي خلينا نقول هي انطلاقة أحمد كانت لك هذه انطلاقتي في عالم إني أنا أكون قائد في بشكل عام يعني قائد فريق إنشادي أو قائد مجموعة بشكل عام فانطلبت الحمد لله. أيوة. كيف انت الحين انتقلت الى يعني شيء بزنس مع ايضا فريق طبعا كيف كان يعني ايضا الدخل وكيف انت ايضا كنت توزع ايضا الحصص؟ طبعا يفرق الدخل. ايه يفرق الدخل انت اذا كنت قائد مجموعه بحيث انه انت المنسق. ايه انت تنسق مع جهات معينه كنت اطلع يعني انحاء المملكه كنت اطلع ينبع اطلع الجنوب. أيوة. اطلع يعني كنا نطلع مهرجانات وحفلات كثير. أيوة. تمام ف صار دخلي افضل. أيوة. بالنسبه لي لوضعي نكون متزوج وبالتالي تحتاج دخل. أيوة. فاحتاج دخل اكثر. أيوة. فما يناسبني انه مثلا اطلع ليله ب 100 وزي كذا. أيوة. صعب. فكان افضل يكون زياده طبعًا. مبلغ طبعا هذا بالضبط اللي صار يعني. طيب يعني هو زي ما ذكرت انتوا انه في تطوير للمجال يعني مثلا جت الفرق الشعبيه غطت على الفرق الانشاديه حرفيا دخلت الان عالم اللي هو يمكن في 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 عالم 2013 تقريبا. أيوة. عالم الشيلات مع انها موجوده بس طغت صارت هي المطلوبه. يا سلام دخلت مع الموجه. عالم الشيلات في فئه معينه وفي إيه؟ مناطق معينه. حلو. واماكن معينه تمام. هم بصراحه برضو يعتبروا غطوا نوعا ما على الحفلات اللي خاصه بهم يعني. أيوة. كانوا كثيرين يعني يجيبوا لايف وزي كذا وفرق وزي كذا. أيوة. فغطوا عليهم حرفيا. ايوه الشيلات في فتره معينه غطت على الدنيا كلها وطغت يعني. هل نقول انها خلاص يعني لانه في ناس يعني عندهم
يعني خلينا قدسية للإنشاد، فيقول إن كنا نقول لهم إنه الشيلات خلاص هي بديل الشيلات، فيقولك لا هي هذه مجال ودي مجال. لا هذه مجال وهذه مجال، طبعا الإنشاد غير، الإنشاد غير، غير الشيلات غير وضعها غير. الشيلات إيش فكرة الشيلات؟ فكرة الشيلات إنها أصلا حاجات شعبية قديمة، حلو تمام، فجددت بأنها صارت تسجل ويكون فيها أسامي، مثلا اسم العريس أو اسم الشخص الممدوح مثلا. أيوة أيوة. فهذه الفكرة يعني هي حاجات موجودة قديمة، موجودة تراثيات شعبيات قديمة موجودة، بس جددوها بطريقة أنه صارت تسجل في استديوهات وزي كذا. طيب هذه الفكرة. أصحاب الشيلات كثير ينتقد، وعندي هنا يعني كثير من الضيوف اللي جو كثير ينتقد أصحاب الشيلات أنهم ليس لديهم مهارات صوتية، هل هذا صحيح؟ بعضهم في ايش اللي كان يفزع لهم؟ طيب اجل شهرتهم ولا شوف الشهره لها دور طبعا. طبعا شوف انا بما اني مشهور فيتقبلون مني اي شيء. لا مش كذا، ها في حاجه ثانيه، انا كوني في استوديو الى الان يعني شغال في استوديو حلو، في حاجه اسمها تحسين للصوت في الاستوديوهات، الاوتوتون. انا متاكد واجزم 100% انه بعض اللي ادوا الشيلات وغيرهم يعني من بعض الناس حتى اللي ادوا النشيد، ايه اقسم بالله لو سمعت صوته بدون توتيون والله ما حتسمع له. ما اسمع له والله، ما حتسمع له ولا حتكمل. طيب انا خلينا نكمل هنا ثم بروح الخط خط التسجيل. هنا يا احمد يعني هو يطلع بصوره محسنه وتحسين الصوت والناس حبه، البعض حتى طبقه الصوت مش طبقه صوته. الاوتوتيون زي البلاجنز زي الفلتر، ايه عرفت كيف؟ هذا الفلتر يغير طبقة صوتك انت لما تسجل، ما تعرف انه انت اصلا اللي يسمعك ما يعرف انه احمد السويري. اوكي عرفت كيف؟ يغير طبقة صوتك اول حاجة، والشيء الثاني اذا عندك اي نشاز تمام هو يعدل لك اياه. هو يستخدموه المغنين الكبار بس التحسين بسيط جدا بسيطة، بس اي صوت في الحياة بس مع هذول يحطون بالكيلو شكله. هذا يعبي لك كاتشب ومايونيز وكل شيء. طيب احمد خلينا الجانب الثاني هذا لك انت. هل يعني فنيا انت تقبل مثلا جاء يجيك واحد مثلا صوته مش جيد بس انه دفع مبلغ كبير جدا كبزنس وتخرجه الى 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 عالم ساحة الشيلات؟ للاسف هذا اللي صاير يعني، هذا اللي موجود هذا الشيء. ايوه في النهايه احنا فاتحين استوديو مثلا بزنس، فهمت علي؟ تعال ادفع لي وانا ايوه تعال انا احسن لك صوتك ومقابل ايش؟ انا في النهايه وراي ايجار مثلا، وراي ناس معايا شركاء مثلا، وراي فبكسب. فبالتالي هو يعني هو اللي بيتضرر سواء يعني غنى لايف او ما لايف، هو ترجع له يعني. طبعا ترجع له، وفي النهايه طبعا هو انا في النهايه انا بطلع حاجه كويسه، هو حتى لو صوته شين تمام انا بعدل له وبحسن. انا كاستوديو ايش دوري انا؟ انا دوري احسن واطلعك للجمهور انك اوه واو انت تمام زي كذا، فهمت علي؟ في النهايه انت تصير زبوني، انت كل اسبوع بتجيني، كل اسبوع بتدخل مبلغ معين، فهمت علي؟ انا لو ما اعطيتك حاجه كويسه انت ما حتجيني مره ثانيه. ايوه اكيد. طب تعاني من الاصوات اللي يعني خلينا نقول النشاز؟ والله في معاناه يعني احيانا سبحان الله، بعض البعض من يوم يخرج من الاستوديو قفل الستيشن اللي هو المشروع حق البرنامج هذا، اشغل محمد عبد واشغل تنظف اذنك. البعض طبعا مو كل البعض والله اصواتهم جدا حلوه، اصواتهم جدا جميله. يعني في ناس في الشيلات انا افضل لهم روحوا للغنى، روحوا غنوا. ايوه في ناس اصواتها جدا جميله واصوات جدا حلوه، روحوا للغنى اصواتكم انتم الجمال هذا. وفعلا في بعضهم راح للاغاني، راح للموسيقى وزي كذا. أيوة أيوة. وبدع وروحوا فيها تمام، لكن في ناس مستحيل يروحوا. مكانك سير، يا اما شيلات يا اما اذا راح مثلا اذا جات وقت معين. في ناس يقولوا انه الشيلات لها وقت معين وتنتهي. أيوة. يقولوا في ناس يقولوا ما ادري، اذا راح وقت الشيرات ممكن في ناس ما حيستمروا، ممكن ينطفوا. انا اذكر صدفت صالح اليامي وقال لي قال لي انا طلعت من عالم الشيلات لانه في ناس لوثوا هذا المجال فطلعت منه ورحت للغناء. يا سلام. فاسم من اسماء الجميله هذه صالح اليامي. ايوه صالح يعني صديق وزميل وقد طلعنا مع بعض في جامعه الطائف. ايوه مهرجانات وكذلك في جامعه ام القرى طلعنا مهرجانات وحفلات، فمن الناس اللي اصواتهم جدا جميله.
طيب يعني في ناس أنا معلش طبعا. في ناس من اللي يشيلوا الشيرات هذه قل له اطلع غني لايف. انا استضفت احمد ناس هنا قلت له تغني لايف ولا بلاي باك؟ ايه؟ يقول لي لا لا البلاي لا لا تورطني. ايه قل له اطلع غني لايف على المسرح مثلا مع فريق مع مع ما يطلع. مع مستحيل. ايوه مستحيل ما يقدر. فخليه بالوجه الاخر انه انا متعود مسجل. محسن في تحسين في توتيون في الله يخليه هندسة الصوت. طيب ابغى اسمع منك احمد بعد اغنيه ثانيه يا حبيب. وبعدها بنرجع كذا لسؤال مهم جدا نختم فيه. طيب بسم الله. اقول لك سال دمع الغرام ضاق صدر المدينه واقبل الليل ما في أسئلة ما سألها قال صاحبك وينه قلت ما عرف وينه انتهت قصتي إن كنت أحسب إني بطلها من لقى مثل وجهك ما لقى مثل عينك من يشوف العيون الناعسة ما جهل ها صح قلبي حزين صح نفسي حزينة بس وصلك غنيمة مستحيل اعتزلها. الله 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 يعطيك العافية حبيبي ما قصرت ما شاء الله الصوت الجميل يا حبيبي يا حبيبي. انا بطلع بفيديو بعد يعني فيه شويه كذلك ايضا يعني جديه في الطرح. خلينا نشوف الفيديو استاذ المشاهدين ونرجع لكم. الله اعطاك الحلاوه الزين منك وفيك والله رفع مستوى زينك ولا له مدي محتاج لمشاهدات وجهك وعينك هذيك المنشد الخلوق نادر الشراري نادر طبعاً طلع في وقت وجيز يعني وصوته يعني وصل للجمهور عن طريق حسابات التيك توك والسوشيال. جميل جميل. تقييمك لأدائه الفني؟ أنا جبناه معك ترند يعني ايه الآن ايه أنا ما أحط نفسي محل تقييم لكن أقول لك رأيي فيه مثلا بصراحة يعني من الناس اللي أدوا الشيلات بشكل جميل وطلع مرة قوية. حلو. أنا ليش الحين بقول لك مثلا أنا بقول رأيي فيه أنا سمعته أدى طبعا لايف. أي. أنا دائما أحكم على الناس بالأداء اللايف. اللايف ما أحكم عليك بالأداء الاستوديو. أحكم عليك باللايف. سمعته أدى لايف ما شاء الله تبارك الله. أيوة. ولا غلطة فيعتبر ما شاء الله من الأسماء الحلوة أعتبره وتب ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نشوف بعد في فيديو ثاني نشوفه ولا تطولوا فيه نبغى كذا بس شورت. مشتاق انا لك ليش ما تشتاق لي موصلي قلبي حن لك كمك احس براحتي تانيت ومليت يا من انتظرتك ما جيت ميت عليك وحن احنا نبي نحرجك لانهم كلهم خلوقين يعني شوف من ناحيه الاخلاق توب احنا قاعدين نقيم الجانب فنيا فني. المنشد الرائع صاحب الصوت الجميل والخلوق زايد بن سابر نفس الشيء انا سمعته لايف. ايوه جانا استضافه في قناه بدايه. حلو. فسمعته برضه على اللايف صوته عجبني يعني ما عنده مشاكل برضه يعني انا من الناس اللي ايش اذا سمعتك لايف واستمتعت وانبسطت منك ما عندك نشازات ما عندك خروجات عن عن الايقاع مثلا. ايوه فانا اعتبرك تمام. اوكي اي وضعك تمام. واحيانا اختبر الناس مثلا الايقاع اللايف الايقاع انا اعتبرك في ناس ايام كنت ماسك الفرقه كانوا يجوا ناس كنت اختبرهم في حاجه معينه اذا كانوا كويسين اخذتهم معايا ما كانوا كويسين فيها. اول اختبار هل انت تمسك التون ولا لا مع المجموعه. أيوة. تمسك التون مع المجموعه ولا لا اذا كنت تمسك خليناك. حاجه ثانيه هل تمشي مع الايقاع ولا لا اللي هو التيمبو اللي التيمبو. ايوه انك تمشي مع الايقاع في ناس في ناس يشطح هنا يا سلام يروح جهه ثانيه واحنا في جهه ثانيه فهذه المعيار. سلام على هذا معيارين. ايوه طيب خلينا نشوف الاخير. شوف الاخير اثنين
طيب خلاص عندنا اثنين. اخيرا احمد انا ابغى يعني فعلا اللي كثير من الناس الان نشوف العالم تبغى تشتهر، الناس تبغى تدخل مجال الغناء الشيلات الانشاد. جميل جميل. ايش النصيحه اللي توجهها كشهره وهو اصلا صوته جميل؟ يا سلام. كيف لانه في ناس بيقول لك يا اخي انا ابغى اشتهر، طيب اغني انزل مقاطع في التيك توك الناس يحبوني، اغني في مطعم، اروح للفرق ما في فرق مين يتبناني، اروح لعبد المجيد عبد الله ما هو مو فاتح بابا لكل الناس. طبعا. طيب السوشيال ميديا الان ما في احد عنده عذر انه يبي يطلع يبي يبين موهبته، ما في احد عنده عذر. السوشيال ميديا ما قصرت، عندك تويتر، عندك الان تيك توك، تيك توك ضارب ضارب، عندك موهبة انزل تيك توك، اذا موهبتك كويسة انت بتطلع. نزل مقاطع في سناب، نزل مقاطع سجلها ونزلها في يوتيوب. تمام. اذا انت ما قبلت هنا حتقبل هنا، واذا الناس ما شافوك هنا بيشوفوك هنا. تمام. والاستمرار، في ناس نزل مقطع والله ما حقق مشاهدات، والله ما حد سمعني، والله ما حد شافني، فيتقاعس وينام في البيت. مهم جدا احمد انه يعني مثلا زي في صدفت كبار المنشدين هنا. أيه. قاعد اقول له تفهم في المقامات؟ قال لا والله اللي يجي معايا يجي. أيه. ضروري انا اعرف يعني السلم الموسيقي والمقامات، ولا انها تعتبر شيء ترفي، ترف علمي في مجال؟ طيب انا اقول لك مثلا انت دحين مسافر. تمام. ايش تشيل معاك للسفر؟ ايش تحتاج؟ الشنط والدنيا والاكل والشرب. واللي بدونها حتسافر ما تسافر؟ ابدا حتسافر بدونها. حسافر طبعا. يمدك تروح. ايوه بس تحتاج قوت. تمام. عشان ما تجوع في الطريق وعشان استمر، عشان تستمر. اوكي. هذه ميزه اللي يتعلم مقامات، هذه ميزه اللي يطور نفسه يدرس موسيقى مثلا. هذه الميزه. ولما تروح مكان معين مثلا، انت مثلا اتعلمت عزف آلة مثلا، حلو، اتعلمت عزف آلة، عندك مقامات. لما تروح مجمع في مجموعة فنانين، طيب انت عندك مؤهلات معينة، والله عندي مقامات، والله عندي آلة اعزف فيها، والله عندي كم حاجة معينة. طيب عندي واحد ثاني مثلا والله لا عنده مقامات، صوته حلو، لا عنده مقامات ولا آلة اعزف فيها مثلا. هنا من كفته اعلى. ايوه. من اللي حيؤدي اكثر؟ اللي عنده من اللي حيفيد اكثر؟ من اللي عنده ركوز اكثر؟ من اللي يكون فاهم اكثر؟ من اللي يعطي اكثر؟ الانسان اللي متعلم، الانسان اللي فاهم في المقامات، حتى تكون عارف ايش قاعد تسوي. ترى اي حد احنا نديه يغني، تمام، بس مو عارف ايش يقول، ايش المقام اللي قاعد يقوله. فهمت علي؟ اي لحن في الحياه، اي لحن تسمعه هو على مقام معين، له مقام، بس ايش المقام هذا؟ ايوه. ما حد يعرف الا اللي درس وتعلم. فالموهبه ليست كافيه، ليست كافيه، ليست كافيه لتطورك. ايه؟ انت عندك موهبه. كيف تطورها؟ ايوه، بالتعلم، بتاخذ مقامات، دروس فوكاليز، تخالط ناس فنانين. ايوه، اصحاب الخبره، كل ما خالطهم بيعطيك بيعطيك بيعطيك. اتعلم، اتعلم على آلة معينة تتطور، يعني تعرف كيف ترتكز، كيف تطلع، كيف تنزل، تعرف طبقتك ايش هي. حتى في ناس مثلا يروح يؤدي يطلع طبقة عالية، تمام، يبدأ بطبقة عالية. دائما الأغاني في تكون أكثر، يكون فيها أكثر من طبقة. أيوة. فأنت لما تؤدي بطبقة عالية والطبقة والأغنية هذه فيها طبقتك واعلى من طبقتك، حلو، فلما انت ادي، لما تطلع الطبقه العاليه تنشز مثلا. أكيد. كثيرين انتشرت لهم فانا ماني عارف. هذا محيطك انت لازم تتكلم فيه. اي طبعا. فكثيرين يعني بشكل عام تطلع لهم مقاطع انه ما احسن التدبير في البدايه، في بدايه المقطع، فطلع له مقطع وهو ينشز و و و والشيء الجميل انه احنا شوف يمكن يعني احنا ما لحقنا، انا ما بقول اني من المنشدين، لكني يعني ما لحقنا على جانب انه الان الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه. يا سلام. يعني دخلت الموسيقى في وزاره التعليم، دخلت الموسيقى وفي معاهد، معاهد وكذا، وزاره الثقافه قاعده تأيد الشيء، قناه عين التربويه تقدم. جميل. فازوا فيها الناس وحنا يعني خذناها كموهبه. شكر لك احمد. يا حبيبي الله يسعد قلبك. والله اني سعيد جدا بهذا اللقاء. يا حبيبي. وزعلان انه خلص سريع كذا. شفت كيف احنا لقاءنا سريع، كان ودنا كمان نكمل. اتمنى والله يبي لنا حلقه ثانيه. اي ضروري ضروري والله. كنا بنتكلم عن حاجه اسمها مقامات. والله يا ليت والله العظيم ما بدانا. لكن شيخ عفوا شكرا لك احمد. الله يبارك. شكرا للساده المشاهدين على طيب المتابعه. كنتم معنا مع النجم احمد مامي والمختص في مجال الهندسه الصوتيه والانشاد والصوت، وكذلك ايضا العالم الفوكاليز
ويمكن دخلنا بأشياء حلوة تستفيدوا منها بآراء أو شفافية اللي دائما احنا تعودنا منها. شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.